بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. البيت الكبير النهاردة عندنا مفاجآت كثيرة جدا طوال الساعتين القادمتين الحقيقة في البيت الكبير. كلاب هاوس كلاب هاوس كلاب هاوس. أنا بحيي الكلاب هاوس. كلاب هاوس أنا ما بعملش إعلام بالمناسبة، ولكن اللي بيحصل على كلاب هاوس التطبيق الحقيقة بيعرفنا حاجات كتيرة جدا 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 احنا عارفينها اوريدي ودايما بنتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن مش انا اللي بقول، مش انا، كل ما يبقى في حاجة على كلاب هاوس. هذا التطبيق الرائع الحقيقة، الرائع. ناس بتخش الظهر تحس ان هي قاعدة لوحدها ولا ايه، ما تفهمش، تلاقي الناس داخلة تتكلم كلام بيتكلموا من قلبهم. فكل واحد بيطلع، سواء مسؤولين حاليين أو سابقين في اتحاد كرة القدم أو حتى في الأندية المنافسة، كل ما حد فيهم يطلع يتكلم الكلمتين اللي بيقولهم على كلاب هاوس هو فاكر نفسه محدش بيسمعه مثلا. أنا مش فاهم، بجد مش فاهم. بيفكروني في فيلم إيه، الشيخ حسني، فاكرين الشيخ حسني لما الكتكات، الله الكتكات، لما الشيخ حسني قعد والمايك اتفتح وكل حاجة اتقالت، الناس كلها عرفت ايه اللي كان بيحصل في الحارة. فكان من الواضح ان الناس اللي طالعه تتكلم فاكرة نفسها قاعدة لوحدها، فبتتكلم من قلبها. يعني راجل، الناس طالعه تتكلم بمنتهى الأريحية. احنا عارفين طبعا ان مفيش حاجة اسمها مظلومية، كل ده احنا عارفينه، وكل ده عارفين ان هو فيلم حضراتكم بتحاولوا تصدروه لجمهور الأهلي ولمسؤولي الأهلي ولمسؤولي كرة القدم المصرية، لمجرد ان انت تبقى واخد بعض التعاطف، لان انت مش عارف ولا تكسب دوري ولا، يعني مش عارف اقول ايه. انا مش عارف اتكلم في الموضوع ده لانه الحقيقه موضوع يضحك، مش اكتر من كده، انا مش هقدر اقول اكتر من كده.